عسلامة. اليوم باش نعملو ست رناد. الرسات موجودة ديجا على الشين يوتيوب نتاعنا، اما باش نعاودو رسات جديدة. انا خديت كعبات القارص، غسلتهم بالقدا، قصيتهم كما تراو، عبيت الماء ما يكونش ما يفوتش معناتها كعبات القارص، باش نحطو على الغاز لفات يعمل يغلي غلوة واحدة نطفيه. هذا القارص نتاعي بعد ما غليته شويه الماء، توا باش نرحيوه في الميكسر بالماء نتاعو. توا هذا السيتروناد نتاعي ترحى، وهذا الماء مازال باش نصفيوه بالماء نتاعو. باهي هذا السيتروناد نتاعي بعد ما رحيته مرتين انا في الميكسر، توا مقعد كان باش نصفيه. بيان سور مازال عندي الماء نتاعو، باش نصفيوه بالصفيه هذه. هذا هو السيتروناد نتاعنا، قاعدين نصفيو فيه بالماء اللي غليناه فيه، وهذا اللي نحيوه من فوق. هذه هي الريزولتا نتاعنا بعد ما صفيناه. توا مقعد كان باش نحطوه في ساشيات ونحطوه في الفريجو، واذا كان باش تخلطوه بالسكر فاني وبالسكر العادي وبالماء. بالسلامه.